بعد انتهاء مباراة اليوم بين المصري وبتروجيت بفوز المصري في آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع، أبدى حسام حسن عن غضبه الشديد بحركة لا إرادية بيديه أمام طارق يحيى. لا نعرف حتى الآن تفسير هذه الحركة ولا أسبابها، إلا وأنها من التعامل بصعوبة المباراة أمام طارق يحيى أو ردا عنيفا على مرتضى منصور، لكنها حركة غير أخلاقية تماما. نتمنى للعميد أن يلتزم دائما الهدوء ليكون على الصورة التي نحبها عليه.